دي ربطة يا حيوان، اربط الكرافتة بتاعتك. ها وريني كتبت ايه؟ حفظت جدول الضرب؟ دي مسكة قلم يهبل. 2 × 2 × 6. هادي ادفع. كل بالشوكة يا ولد. بس بلشت. نعم. اسكت. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. يا لهوي يا رب، والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصبح الصبح بكرة. صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رمان الدرديري؟ اومو تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه فندم خير، بس قلقتني. خد امدي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده. كل سنة وانت طيب. استنى هو انت بتشتغل في محل ورد دليفري يعني وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشي؟ يا ريت تشوفني بحاجة. شوفوا حاجات كتير يا رب. هات بس ثانية واحدة يا رب. ثانية واحدة. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهدل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير المزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يعني؟ يعني شويه حركات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور، ليا طلب يعني. بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسي كمان. افهمك بعدين. معلش يا بابا. باي باي عشان المايه هتسقع. بابا يا منى. باي باي. شوف انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح ده الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هات اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، اوي يا دي تبقى تيتا. تيتا. اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم. حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد يا فندم. اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه. عشت هناك يعني،
وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشا ومدير مكتب الحكمضاه. حضرتك شفت مسلسل ميك فوق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم، ما فيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليه دعوه بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون وانا ناشطه سياسيه وانا صحفي وانا وربنا معافهم وربنا معاف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين، اجمل حاجه نتيجه ليها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر، لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا، ده عرض اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عموه، ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليك؟ انت طبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش استهبل يا مروان، انت بتنفخني اتخاني لو واكل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامحني انا اللي مجنني بس يا مروان، حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت، اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبيرة الكاشيه. قامت الكاشيه واحد فين؟ ايه ده فعلت الباشا؟ عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم بصدق. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه ام العربيه. لا ايوه انا بعمل. انت فاهم يا اي فندم؟ قولش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلمكم ايه انت اخواتنا؟ انا عريس ودو منيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نقل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز. البنت حلوه مش هتلاقي زيها يا عم. وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس انا بص افهم، بس انا بفكر قدام، مش ممكن منار دي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. مساء الخير يا بنات منار. ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا لحظه. معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هدخل العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. السنه اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انت اهو. بس
مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني، لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلادي يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. نجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه، هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية عيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة امه، حبيبة حبيبة امه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل؟ وانت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ فشاخ. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امه ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الله يخليك، هو طياره لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. تسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني ما اقول انا جاية على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ Thank you.
الشعر الابيض بحقيقة كله وقار ورجولة كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا ايه بتشوف جدك يا عم الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران غيران من جدي يا هبل اعمل ايه ده بيكتب اسمه بينا يا جعيل فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت خدي من ايدي دي رمي رمي نبغى فيها اكل اسمع اتكلم صحتين. ايه ده انت بتسقف ما تشوف حاله جدك هيعلق البيت مني واحنا قاعدين كده في بقصه لطه حربوها هو اللي داخل بان تيتا قوهته في صنف الحريم مستقطع ليه بس شويه وبعدك بتتاكل اكل افوا حمار الدلع حمار والدلع حوجي يا حمار تعالى حوجي يا حمار سيرين هتوحشيني قوي الليله دي انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار والله العظيم لا اشوفك بكره اهو رمانه راح اشتاق لك كتير والله يا أنا شايف إن مفيش داعي لحكاية الفنادق دي والكلام ده. أنت ممكن تباتي في أوضة رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانة ما في داعي أنا بنام بالأوتيل وبكرة بشوفك أوكي؟ أوكي. باي. يلا يا أمان يلا يا أمان ده أنت خابطها خابطها يلا يا أمان روح يلا على فين؟ على البيت لا روح ده إيه؟ بقى اسمعوا أكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا أنا لسه جعان إيه رأيكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم سلام عليكم إيه ماله الجرى ده فيه إيه؟ لا مفيش بيت صاحبته واحد علقها منه يا أمان يلا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفلة امان سفلة واحد صاحب وكان عشان يكون ودي انا مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده انا عارف يا امان قصدك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امان اسمع يا رؤوف انا عاوزه تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت بكره بكره ليه الاستعجال يا جدع؟ سيبني اكل وانا مبسوط الف هنا وشف الف هنا وشف بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ الف هنا وشف لا ايه؟ خلاص خش قوي كفايه كده مش هقدر ادخل لقمه ثاني بقي انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك يبقى لزومه ايه نأجل؟ خلاص اللي تشوفه امان لا لازم القرار يكون من جواك انت مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه اللي انت تشوفه ايه الهيام ده كله يا امان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول الطراز الاول وتتجوز تيتا ومان انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف عايزك تبقى شخص تاني خالص تواجه تقتحم تقاوم يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك الدنيا حلوه يا رؤوف جميلة عشها استمتع بيها وما تخافش من أي حاجة أبدا ومان صدق الله العظيم هو جده مات إزاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة مش قادر قال لي انا عايز اكل سمين خدت ضربنا سمين عند الضهر شويه وقال لي نفسي في رز بلبن خدت ضربنا رز بلبن شويه وقال لي عايز اكل فلوكه في النيل اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي وقف على الفلوكه واخد انبساط وفجاه هوب هوب ايه مات مات يعني هوب ايه مات وقف العزا بتاعه شد حيلك هوب ايه شد على الله يا سمين شد على الله هو المرحوم مات ازاي يا بيه بعد الحكايه بقت سخيفه قوي مش درجه سلمان بقى معلش معلش ابدا يا سيدي
قال لي عايز اكل سمين خدته عند واحد ابن سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن وديته كوز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكه في النيل اتاريه كان بيودع مصر وامشي واخد بالي. خش استنى خش سمين بقى. اهلا يا ريس ربنا يخليك يا ريس ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف شد حيلك يا ابني شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني اعمل انفد نفسي من الشغل؟ مؤاخذة يا مولانا سوري معلش انا اسف انا اسف يا جماعة المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونة هدية. نجوى نجوى عودي مكاني عودي مكاني دقيقة واحدة بس شكة قوي منو انا عايزك تاخديلي معاد مع اخوك في البيت ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه بس تأكدي ان دي اكتر حاجة هتسعده في توبته. قلت يا منو ماشي سوري مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي انا اسف سوري سوري يا عيني لي يلا يا اهلا وسهلا يا شواد نورت الورشه غاليه ما تلاقوش ما فيهاش حاجه سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط احنا هنركن بس 10 دقايق تركن بس. طب شيل القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه. طب مش هنشيل مش هتشيل مش هنشيل عادي بقى وختام النادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ سويت جو هاي سويت ما تكبرش تعال نطلع البلاغ ده. لا مش للدرجات دي فانسك موال لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانيه هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا ده انت مستهيفنا بقى يا هو مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وقت الضرب ويتعلم عليكم كمان ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس ملناش شوف حاجة عشان ما انا بكلم الاستاذ انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقة ايه اللي دخلك هو معاه حق لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه الراجل بيسال ايه دخل انا فين من كده ولا ايه اه فيك يا عارف كمان لا 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 وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ انتوا جايين مين يالا مين اسمها ايه منار منار جايين لي منار منار مليون انت ما فيش الحاره كلها الا منار اختك كريمه شرف يا نهار اسود شرف معلش اصل هيما اخويا كبير الحته مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت يعني انت طماع يا زميلي تصدق فعلا شكلي طماع انا طماع انا اسف انا اسف انت عندك حق سلام عليكم يلا اذنك اقعد يا انت اهو المهم عندك مقنه عندك شقه يعني ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل اه والله انا راح اشوف الشقه طبعا شقه اختي الوحيده شقتي لازم اطمن عليها مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني ها
اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتقانس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك يلا على اذنك. ما تسكت يا هو الا عن اذنك عن اذنك. تخش يا تفكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك لا. انا دمي حامي شطه مولع ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخر؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني بس بقى موان بس يا موان. اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكله. حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتح. اه نقرا الفاتح. نقرا الفاتح يلا. طب نكمل الفتحه يلا يلا. عارفين يلا فين فين معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي يلا. يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه بنت منار اختي اتخطب. اختي منار اتخطبت. رؤوف بالظبط استاذ رؤوف رمان. زغرات يا بنت عايز نقرا لك على رؤوف بالظبط. زغرات بعد الشهر وين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمسش في وشي. احسد مالي. بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا موسى وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني اه؟ انا مصدقك ابين. انا بطمن على العقد ليكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر ابين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك اه. سمعتي. حاضر ابين. اتفقنا؟ اه مرابط اقفل دي بس. صباح! يا صباح! صباح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصل مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدت. يلا روف اعمل إيه؟ الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين يا طاروخ. معلش يا ابراهيم المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك بقى بيت ضعاه. الشر بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل. انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعخدش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايبي الدار فين 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 في ايه حضرتك؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم ازاي تتجوز الاشكال دي؟
على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شهير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامة. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. ما هو جيسة بقى بومبا. استنى طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة بايب. ايه؟ مش مشكلة، خد ساعة البيئة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة. بعشق دماغك. حول ولا قوة الا بالله، ربنا لولا انها مواته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس بيتي. ايه ده؟ ايوه مسا مسا رؤوف. مسا منوع يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت في بوضو. مش كانت واطه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بتقول ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني. خد يا حبيبتي. اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبي. هات سقعة لك كبيرة، هات سقعة لك كبيرة. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا أبي. مسا مسا مدام. فاضل اسبوعين على الفرح. صح يا منى، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منى طبعا عشان انت مش فيه. يعني ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده. انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو. رؤوف استنى، ناقص اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك يا مصر بكره. معلش سؤال، يعني طيارات فرانك فورت وصلت كله كاب خارجه الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان. مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف. امنا طيارات فرانك فورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربية. حاضر. يلا صباح حضرتك. اتفضل حضرتك. قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربية؟ ربنا الله يرحمه. امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني. بعدين يعني ادينا حو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي بس يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. العملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه، انا بقول لو حضرتك مستعجله الف واضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا.
خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. مره ويا هانم الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابو البيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق تيتا زفت. سليمان. نعم يا هانم. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل كده حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره مووت. مصر كلها مووت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابن اللي يا رؤوف. انت ليك في العتاقي ده هتبقى مذبحه يا شيخ. مذبحه. ميزة ميزة رؤوف. ماي جاد. جرامز بدخل مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. دبل قاعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقولك يا شوية. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له ادلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلتلك شفتهم بعناية دول. انا مش منقولة من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبة وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطة برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشرة قديمة قابلته في لجنة قبل كده هوت وهو سايق عربية حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحة. ممكن كلمة على مفاض؟ ثانية بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظبط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبة من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبة نفكر في اي جريمة. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمة موجودة. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقة بالبنات دي كلها. ايه رأي حضرتك؟ لكن مواح انا مش عايز اروح. عايزك تتأكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا مش نتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسه ونجحت بالعافيه وهو بقى عندك 40 سنه ومعرفتش تعمل لا بيت ولا اسره. سبحان الله يا تيتا حضرتك فتحت الموضوع اللي انا كنت عايز اجرجع حضرتك فيه. يعني ايه هو يا ولد الموضوع اللي انت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك تيتا حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفه يعني. وبعدين عشان اعصاب حضرتك. في ايه تيتا؟ ايه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك. دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات. دلوقتي في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع. ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي. ناس قابله تعيش في القذاره قلنا ماشي. لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات.
الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فوسع حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق، يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك، انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي، اصل تيتا خرجت مش عارفه راحت فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا، مش هقول يعني. استنى شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منو، سوى مش هقدر بل، مش هقدر بل، مش هقدر بل. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوري يعني، سوري اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان، ربنا من وقت عنك ما تفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس. ده احنا جبنا لها كذا كلب، عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم. انت كان زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك. فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه. استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي، عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ضبط من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجمي. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. طب بطل بقى. يخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه، يمكن العلاقة تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه ايه مخدرات؟ تتطور. ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وهتفتكيني طيب. الله ما شاء الله.
انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائق من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عيني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك. خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفة مش معقول. يلا يا تيتا يلا يا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. هو ربنا ما حصل يا تيتا. هو ربنا ده انا تبيت حضرتك. عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعق لي وده عمال يعمل لي اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وقلنا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم. هو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حاضر يا تيتا. ابراهيم بيشتغل في الديكور يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس اني اقوم عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يخليك. الله يسلمك الله يسلمك. انت تعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارفه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين او اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زي جزره. الله يخليك يا معلم. زي جزره. شاك منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحاجه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش. مش هقدر. مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حاضر تيتا. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي. موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا قسط نقاش كبير أوي. قسط نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم ده إيده تتلف في حرير. جرايا حاجة وماله نقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة. الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايا رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين. كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصري قوي مصري قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي مش جايين يا تيتا نشبع البشر. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافي يا منار. إيه بلاش مشاكل يا إبراهيم. بسم الله على النبي تتسلم. حيوان. قدامي يا حيوان. قدامي. عرة. عرة عرة مين يا ترى عادي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوز. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان. عيله ايه يا تيتا؟ ما العيله خلصت ما فاضلش غير حضرتك وعبيه دي. اتفضل دور. استغفر الله العظيم يا رب. ما في حاجه في ظروف حضرتك ليه؟ دي جدتي ليك فينا يا حضرتك. انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول. بحب ما بحبش الفضول لو تقام ناس يا مش هقطعك شغل بشكل او بتحرجني على فكره. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه واعي انها جدتي. ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفه واصوليه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضه جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع يا رؤوف الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع رؤوف يبقى راسك انت والتت هتعلق على باب حارتنا وبالعشوره بتاعتي. ما
ابراهيم ابراهيم احنا في مكان عام يا جماعه. عندها عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منى امشي. هو قفلني ليه؟ اتكل على الله امشي يا يعني. الف هنا وشفا ابي مسا مسا رؤوف مسا مسا ابي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. شكلها مش هتعدي. انا بتضمم. هقول لك ايه؟ خاف اروح. حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك. امسك ايه بسرعه بسرعه يلا امسك. ايه دي؟ ده حشيش. ايه دي؟ يخرب بيتك بتحطوا لي في ايدي يا ماما. ناقص احراج في الكافيه مش كفايه الغايب زفت بايب. اعمل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص؟ هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد. وجدتك دي بقت قد البوس. الله يخرب بيتك يا ماما. 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 يا اسود يا اولى اولى يا ارض ندى ظبطتك يا متخلف. بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش. ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوكي راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير. الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم. وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكم سلبيين كده؟ اللي أخطأ لازم يتعاقب. وبعدين نقول بره بيتقدموا وإحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده آخر كلام عندكم؟ أيوة إحنا مصممين. أنا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وأنا بتاجر فيها ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وأنا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضية ضعاوة قبل كده ومشيتني. دلوقتي جايبة مخدرات بلوة بلوة بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم أقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في إيده. ايه ده؟ استنى يا ابني ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم ابوك 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 مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ تيتا حميني بقى حميني بقى. ده الضابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني يعني النوايا دي بتاعت ربنا بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص. انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكرة ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هدي لك الفرصة. اللي بيشيل قربة مخرومة بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو. الشبي قربة بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني. شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور الفرح. سلم على العريس. قوم يا عم. بتقوم يا جرح كده تسلم عليا؟ قوم يا عم. هو قال لي وانه قومتش اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دمور يا دمور. ايه يا رئاسه المسيئه البيئه دي؟ اللي جدتك مش شغاله لنا ده بتعاقبني. انا عارف انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى اغاني. استنوا بس لحظه بتضايق. الف بركه تيتا. والنبي يا تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحزن والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده تملي. اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس فاهم. يلا ما تسمعش. نورت الدنيا نورت الدنيا. وجودك قبل عند حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قلتها لجوه؟
لا حاجة تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقولك ايه؟ ايه عايز لك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار بالنسبة لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبة؟ دي حاجة كده هتفرفشك. مفيشني ازاي يعني؟ هتزود عندك جرعة الرومانسية. رومانسية ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل، بشت فيها. ايه ده ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملت وجمل تكسب محبة الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فاندام. فان ايه؟ فاندام. ولا بيتك، انت مواهق لسه يا موان، انت مواهق. بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنة يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. ها بس موسيقى رائعة تشني في الأذان مش كده؟ ألاقي عند سعادتك كوبي أحتفظ به؟ طفش الجو شوية. حاضر حاضر روح. نوا عوصة تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوا يا جماعة تيتا تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر فقاوة. يخص نوايا يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت وفاحية انت مفضل تقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وابنا افركشه دلوقتي يتعطع البدلة دي وافركشه. نمشي من قدامي روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فرحي ده فرحي يا ساتي يا رب. نوايا يا جماعة. مبروك يا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منى، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حتة تانية. انت دور يا جدع انت، ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي كله ثبات. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني ياه، اضبط بعملها معاك. خلاص انا مغني. يا ناس اعتيلي الغرام مجروح وسل دم، ويا حزنان وعليه طول عياط امه. كان قبل الغرام ورده ونشمه، العشق خلاه دبل واصفر يا عيني. انت يحن الحبيب ويبوس ويضمه. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف وخايف يزعلوا 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 يزعلوا. انت الزمان اللي بيحييني، انت اللي يا غجر. ايه السفاله وقله الادب دي؟ جرايه يا تتا. هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا احرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. جاك نقطه، البيت ده بيت محترم، لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حلال السلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابويا ما بيكذبش. طب انا اللي حددتك خله كفايه يا تيتا. اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. يا طيب يا طيب، انتوا جايين تناسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نزيطك في منطقتك، جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش. اه طيب رعد جبل. انجروا على اوضتكم يلا. صباح الخير يا تيتا. مسيعة حفلة الضيفة دي، كان فرح جميل الحمد لله. مبروك عاوز. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجة، منوع وفاحة وفاحة بقى. بس وش يا منوع، يعني مسكة ايد دي بالنسبة لي قد ايه؟ حياة ربنا، يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده، يعني عارفة بقى. مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيرة، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروك. الف ما مش عارفه متلخبط بصراحه حتى ربنا. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعى يا منى، انت في ايد امينه. ها رؤوف افتح لي السوسته. ايه حاضر يا منى. ايه انت بس فك السوسته ليه منى دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر يا منى. حاضر.
بس بصراحه ماشي يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوست ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل ايه يا منى؟ هو ربنا سوي مش قصدي. يا روح شككني يا منى، الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي ليله كلها توتر، بس هتفك هتفك بامر الله. بقى ميه كده هاجي لك عشان فتح السوست ده ليه قصور. ها ماشي، نوتي بيتك يا منى، نوتي بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليلى زي الزفت، يا ليلى زي الزفت. دام يا حيوان، تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف، ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب، طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره، هات. حادثة كمان. وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هم دول بس، وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا مش مساله عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعده للفترات الحرجه يعني. مين اللي اداها لك؟ موان، موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده، هو ووك بكر. انا هسالك شويه اسئله وعايزك تجاوبني بكل صراحه، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ ايوه. ومنار مستنيني جوه تيتا. تتفلق منار. اوكي. واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كافورنيا. لا طبعا ما عنديش تجارب، ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سألت دكتور متخصص في ليلة الزفاف؟ اه اسود، انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده. يا تيتا ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ ما الملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه طب يا تيتا؟ ما حضرتك يعني دي ليلة دخلة لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها الله، بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، اكيد ماما مش حمار. لا اتضح انك انت اللي حمار. شك. الادوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داخل. يا تيتا مدى طويل ايه تيتا؟ وانا داخل كاس امم افريقيه يعني؟ احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي، الثقافه اللي من النوع ده مهمه جدا للشباب، وانا بقى جايبه لك كتاب لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني تيتا حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا؟ دلوقتي ومنور اللي متلقاها جوه دي. انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنعه؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا مين؟ فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى، انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم نسيها؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياط، خد ده ذاكره كويس قوي. اكيد بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد ركز ركز، هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا 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 وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. يا مروه اخسى عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت مية مية، شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ لا. فاكرة زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نوم عايش نتجوع شوية بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جوازة منى ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني؟ ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله.
الله سبحان الله راحتي قلبي. عايز اقول لك يا منو انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا. كنت قلقان منك موب موب، طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا منى. انت من اهلي يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى. بصي ايه تيتا، ممكن يعني طاح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل، فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اوراق مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، هجزلكوا تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى يا حونة. يا عيني والله ما فيت حنيتها منى والله. منوة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده ايه ده يا منى؟ شنكلني. انت تقفونا احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ كويسة؟ مساء الخير. اليوم اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره جاي هنا وهو اللي بيسالني بيقول لي لماذا؟ لازم اقول الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ ايوه. مش عرفني لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك ايه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي. امشي امشي امشي، ما تزقش. امشي محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت La gente está muy loca.
ده انت طلعتي لهلوبة في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركوا لغاية دلوقتي؟ المسرحية بتخلص الساعة 12. اصل بعد المسرحية تعشينا بر. يعني غدا وعشا برا. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي ما عندهاش شخمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلعها نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. ما خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادره. انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى. هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا. هو قصنا ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف ما فيش حته تقص كده غوفه. رقص صغير، رقص صغير. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. تسمعوه ده بدكوا خيبة في ودانكم. تصبح على خير يا منور، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكو. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكو في ايدي وانا اللي هديكو المصروف. ايوه بس. ايوه يا منور منور، معلش تيتا فيه بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. ايه فجاه فجاه كده النكهه كده وخنق غاب ده؟ انا هشنك وربنا ما انا واكل. اتفضلي. عين العقل يا رويهان. هم موكليني اقبض ماهيتهم حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عشان شغلك؟ ايه يا مروان في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح، انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالارم فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله؟ عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم. طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. فضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. فضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير؟ انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز ارتبط بيكي على سنه الله ورسوله، وفرق السن اللي بيننا مش فارق. فرق السن يا بجم. وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة. بصراحة يا موانع،
ماماي استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. الخلفة. الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني. يا حبيبي الخلفة ديت يا ماوان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص. انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع هو نطش ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقول لك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت ها؟ وتطيب خاطرها بكلمتين، خلاص؟ تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في اي حته فاضيه ما فيهاش تاريخ ابني. تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مواطي، اخد مواطي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره يا منى، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطر عشان خاطر ربنا يعني. خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني. يعني احنا لسه في عز الشباب، نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى. في ايه يا منى؟ ركزي معايا شويه. انا وربنا بص بقى ها. ايوه كده اضحك يا منى، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منى. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. بقول لك يا ابراهيم. خير. عايزك بصراحه يعني وديلي الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مرتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منى يلا منى. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. قال بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منى. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفيها ايه يا منى؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا. يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه، ما تلم عليك يا منى. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا منى. يا منى انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي، بعدين احنا مسيطرين، ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي ها؟ جاهزه؟ يلا يلا بوسي يا منى، بوسي بوسي يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود نهار اسود نهار اسود. وربنا مواطي انزل يلا وربنا توهي ايه فل دعوبي ايه يلا دعوبي ايه حبيبتك وربنا مواطي. صدق صدق انت اللي مواطي وربنا مواطي طبعا مش هتصدق. شهود وتلبس. الحمد لله يا رب الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا منى؟ ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم. الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدرات، جاي حضرتك في المروه اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف، المره دي هتتحبس بقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه؟ وهي جت لغايه عندنا. عيشها بقى ارجوك ما تفسدهاش. بكرة الصبح هتتعرضوا على النيابة والنهاردة حبته في التخشيبة. يا فندم صدقني أنا مراته. في إيه يا رؤوف مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف مش عارف شكلي تعبت. أنتوا مصممين على الكذب؟ طب فين الأسيمة؟ حاضر يا فندم، موجودة الأسيمة الحمد لله. طب كلمتيتها معلش 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 معلش. خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. ألو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي اسمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ملك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا؟ مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا؟ في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده؟ ده هتقلبنا منى، ده ما حصلش كده في اسمي يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان. في ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه؟ لحسن هديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنفذتي شويه، استحملين. طيب غور من وشي. حضرتك تيتا غور. نام. في حلم معين حضرتك تقول لي احلامه ولا احلم براحتي؟ شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر.
عشان يا منور. سيبني في حالي يا عقوف، انا مش طايقه نفسي. مالك يا منور؟ حاسب حاسب. كفايه كده، روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا، حاضر. منور مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه، لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تي بابا 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 شيلني انت منور عشان اخرب. مش بتاعتك، اقف مؤدب. اوكي اوكي ها، مش طالعه شغلي، خد تاكسي وهرب. ها ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضرب. ها ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجه شوفي كاشيل ورا ولا مش مكان عطلانه. ايه قدامك عطلانه؟ فين المدير بتاع المكان؟ صلصه هديه يا اوفا. مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكل انت على الله، انا واخد وديه زياده من المدير. انت عارف الزوبه موان راح ايه قعدتنا الذهبيه؟ الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا زمن. يا تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ أوه. عايزه مني ايه بس يا تيتا؟ عايزه مني ايه؟ ما انا سامع كنت بتتكلمي على الفراعنه. فراعنه؟ اسمهم فراعنه؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه يا مؤاخذه؟ دايما انا في شويه رمل وشويه حجاره وتقول لي استفيد؟ ده ايه الخروجه الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيريه، كنا رحنا بلنتين، كنا شمينا شويه هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاثنين. جوبلز رعب. كلاب لا، كلاب لا، لا، كلاب لا، لا، كلاب لا. بص بقى يا عبدو، الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوها لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منار. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراك وعامله البلاوي دي؟ ما انا شايف، ما انا شايف والله. يا الاخت منار برضه قالت فكره يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. الله يبارك لك. احنا نشهد، كلنا نشهد طبعا، نشهد. طب برضه نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده، ارفع قضيه. طيب في عربون ولا احنا هنعمل القضية دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا 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 لا، ما باخدش فلوس في ايدي. باع. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يشرفنا؟ ما تفتحوا الباب، هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راوية سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضية. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر، سلام عليكم. القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها، فالجاني يا أستاذ خلص، بقالك أربع ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها، مش واحد ومراته والعيش والملح. يا سعادة الباشا لو الحق، التتة دي ما تتعشرش،
دي مبهدله اختي اخر بهدله. اختي منار هي جوزها الاستاذ رؤوف، راجل محترم يا باشا. دي مربيه كلام مسعور عندها في البيت. السبع ده الواحد واربع عقل طايره منه، ده غير لما اوزر انا اتعضيت. بس اقول لك يعني ده مش موضوعنا، انا حقي وهاخده على الطلاق اللي هاخده لما اخذ سعاده الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك جات لي مكتبي طالبه تاخد مرتباتهم بايديها يا فندم. حضرتك انا ولعت صوابعي العشره شمعه ومفيش فايده، اكلمها بالهداوه تشخط وتنطق، اعمل لها سفره مليانه اكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك احنا حياتنا كئيبه قوي، معيشانا زي ما يكون ميت لنا ميت. يا فندم احنا في عز شبابنا، عايزين نعيش زي ما احنا عايزين مش زي ما هي عايزه. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم يعني سوري ان انا يعني متردد شويه، لان انا مكنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مرمطه، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مرمطه 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 يعني. وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معامله حضرتك يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمه، بس حضرتك يعني اماتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك. وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه، قال لي انت لازم تكون قدوه فحضرتك فقط معايا يعني، تكون قدوه لمين؟ للناس اللي قاعده دي حضرتك اكيد لولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوه لولادي وانا بتعامل المعامله دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش قفا يعني حقات اللي انا متضايق من تيتا عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف ان خدت من وقت حضرتك كتير شك قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. إذا كانوا أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي احنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وامه وسور بين البنت وابوها، خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلط ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن أنا عصبية شوية، لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد أهو، ربنا يهنيك أنت ومراتك. خير يا دكتور طمني. استاذ رؤوف افهم تقول لحضرتك ما تنساش تاكل الكلاب. حاضر حاضر هاكل الكلاب هاكلهم. اللهم صل على النبي بارك ان هي بخير. اللي زي تيتا دي متاسسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ شكرا يا بيه. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا بيه. بيت خلي بالك من جوزك حاجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليك. سلام يا رؤوف هبكلمك. ها ماشي متشكر قوي متشكر قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. اه بس البيت فاضي يا رؤوف. يلا تسم ايدي كهونه اتفضل. حطيتي ملح؟ خدي حبه. لا ليه؟ ما بحبوش. سبحان الله احلى واحده تعمل في الشوم ما بتحبش الفشار. بقول لك يا منى بكره ان شاء الله تيتا هتخرج من المستشفى، عايزين بقى نستقبلها باكله تقوم عظمها. هنزل اجيب لها شويه بتلو وهي بتموت في البتلو حبيبتي، واجيب لها بطايه. حيلك حيلك ايه ده كله؟ تيتا ملهاش في الهيصه دي. انا عندي فرخه في الثلاجه هسلقها ونعمل شويه شوربه خضار. اوكي بقول لك ايه احنا خلاص هيبقى عندنا عيل
لازم نعقل شويه ونصرف في الاساسيات وبس، وما نقعدش نجيب في حاجات ملهاش لازمه. حد يا منى، حد يا منى، مش ناقصه الزعيق، ما صدقنا اتحنا شويه من الزعيق. خلاص احنا شكلنا كل ما فكها غلط يا حبيبي. ما هي كانت عصبيه قوي بصراحه، خليتنا فهمناها غلط. بس تصدق هي وحشتني، ما تقلقش انا هفرفشها لك. ايوه يا نهار اسود، نسيت اكل الكلاب. كلاب كده برضك يا رؤوف، حرام عليك بقى، وانا كل شويه هقعد انضف. ايش يا كده يا منور؟ لو سمحتي، هي الحكه اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله. ماتت وهي زعلانه منا يا منور، كان نفسي اوضحها بس انا عارف ان هي كانت بتحبني، وانا والله بحبها، بس ما كنتش اتصور ان انا بحبها قوي كده. هو ليه ما هو انسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي كانت عصبيه وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. امال مين هيربيني؟ مسكوا برضه يا منار، دول حاجه كبيره قوي ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحمك يا تيتا. الست دي يا منار هي اللي خلتني بني ادم. يا حيوان، انت فين يا حيوان؟ رؤوف، ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الاوضه لوحدي؟ جايبني في مستشفى زبالة ما بيفهموش أي حاجة في الطب، أدوخ شوية يدخلوني الإنعاش؟ كفاية والنبي يا تيتا كفاية. حمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف، طيب يا رؤوف، ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي أفندم يبقوا تأكدوا من المعلومات قبل ما تمططونا. حضرتك تقصد الحاجة راوية؟ أنا كان قصدي واحدة تانية خالص، الحاجة راوية دي صحتها بومب. تشكين أنا. يلا يا حيوان. ثانية واحدة بس حضرتك، علشان أنا عندي البروفيل ده أحسن من البروفيل ده، فـ هي الكاميرا فين؟ كاميرا إيه يا فندم؟ إحنا إذاعة. يلا يا فندم. إذاعة. جاهز؟ والان هنشوف اخبار المصريه مع رئيس الجمهوريه. هتبقى خلي وشوف ايه دلوقتي معانا. بالنسبه لكوبري 15 مايو وكوبري اكتوبر ومنطقه وسط البلد ففيهم كثافه مروريه عاليه، وقدامهم فتره طويله عبال ما يفكوا. يفكوا ده ينفع كو سيادتك؟ طب ايه الشوارع واحده؟ انا مواطن دوله عم محور، انقذونا لو تقوم خلال ايام ان شاء الله. طب يعني الناس اللي رايحه مصالحها يا فندم بتعمل ايه؟ مش مشكلتي، انا لسه مخيش على الدائري. مش راضح البيبي هينزل انا اسف، احنا جالنا بلاغ من النجده ان في واحده بتولد هنا على المحور. اتفضل اتصرف، وريني الطريقه هتفتحه ازاي. اعتبرك اتفضل. ايه ده؟ ده انا مش قادر. يا روح جيب لي تيست ميه سخنه بسرعه. تيست ميه سخنه على المحور. اتصرف. يلا تيست ارقام. تيست يا جماعه، تيست ميه سخنه. تيست ارقام. بتشت معاك يا عبد الرحمن؟ تشت ما سخن؟ تشت ممكن الاقي مع حضرتك تشت لو انت قام؟ يلا بلا بتولد عم محور انت شركة قوي، ده حلو قوي كده، بفضل ايه؟ تعالى طول عندي خلي. تعالى ربنا يخليك كمان تكيم اب، رفتك حلوه يا ماما. جاي لك يا ماما، جاي لك يا ما سخن. يا اب معلش يا ماما، خلي تيتا سيكتيتا. مش وقت. طب يلا جيبوه.
روح وحشتني قوي. الله يخليك يا فندم. هي مراتك اللي بتولد؟ هي اللي بتولد ام تيتا. ماشي كده شوفوا حاجه غلط العربيه عشان انا لا وش يا مبروك يا حبيبي. صب في عزك وعز يا منار والنبي تيجي تشيله. ابعد ابعد ايدك كلها ميكروبات وابعد نفسك. يا نهار اسود ابني يا جماعه ابني يا ناس. ان شاء الله هسميه رمان على اسم جدي. رمان رمان ده ايه؟ ده حفيدي انا اللي هسميه. هسميه حشمت. حشمت ايه تيتا؟ هو موظف راسك. الاسم بيها دي حشمه. حشمه ده ايه؟ انا خاله وطن الواد. اخرس انت. حاضر يا تيتا. وزع شربات يا عم فاضي وعاده ساعه ابوك يا منار يطبق في عزي وعزك ان شاء الله. مبروك ونبي يشيله تيتا. وما تسمعش كلام امك. اسمع كلام تيتا يا حبيبي. تيتا يا حبيبي يبقى حشمه ضاع. حشمه ضاع خالص رهيبه. مش عايزين انا ابوك وابني اللي لسه مخلفه. هنعمل ايه؟ ما اقول ست كبيره واحد ساحر جيت ستي تيتا بس طلعت تيتا رهيبه. الحمد لله الحمد لله.